أسعد الله مساكم بكل خير، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام متابعي قناة ريما تي في وبرنامجكم الجماهير استوديو الجماهير معدكم الرياضي والذي من خلاله نناقش قضايا الجماهير وطنيا محليا ودوليا وأيضا القضايا التي تهم كرة القدم المحلية والوطنية. والحديث اليوم عن جوج ديال المحاور اللي غتكون مهمة في هذه الحلقة بالإضافة لمواضيع أخرى إن شاء الله غنحاول نطرقوا ليها إلا بقى لنا مزيد من الوقت. بداية غنتحدثوا على الجمع العام العادي حسنية أكادير، واليوم خرج يعني رسالة من منخرط فريق حسنية أكادير واحد المراسل للرئيس حسنية أكادير، وأيضا غنتحدثوا شفنا بالأمس أنه رويج لأن فريق النصر الليبي غينسحب من الدورة وكأس الكونفدرالية الأفريقية. الخبر اليقين كاين بعد قليل، غنحاولوا نربطوا الاتصال بالصحفي الليبي مراد دخيل باش تحدث لنا هذا الأمر هذا وناخذوا الخبر اليقين والصحيح بخصوص انسحاب فريق النصر الليبي من كأس الكونفدرالية الأفريقية اللي تروج لها بالأمس. نشوفوا الخبر المؤكد، أيضا غنتحدثوا على هذا بالنسبة للرسالة اليوم اللي رسلوها المنخرطي فريق حسنية أكادير واللي عدد ديالهم 32 رئيس فريق حسنية أكادير من بعد ما تم الإعلان على الجمع العام ومن بعد ما شافوا الجدول ديال الأعمال اللي لم يكن كما يتمنوه هما وكما يتمناه الجماهير وكما يتمناه كل عاشق والهان بفريق حسنية أكادير. هل يعني خاب ظن وهل خيب سيدين ظن الحسنيين سواء لاعبي سواء منخرطين عفوا سواء جماهير؟ هذا الشيء كل شيء غنحاولوا نتحدثوا عليه من خلال حلقة اليوم، ايضا من خلال قضيه ديال الفريق النصر الليبي اللي غنبداو بها الحلقه واللي تحديت عني شفنا بالامس بانه كاين قضيه ديال انسحاب فريق النصر الليبي من دور الربع نهائي كاس الكونفدراليه الافريقيه بسبب كما كيقولوا بانه مشكل مادي ولا امور اخرى. غنحاولوا الان نربطوا الاتصال بالصحفي الليبي مراد دخيل وصحفي الرياضي بقناه الوسط الليبيه وايضا موقع بي بي سي سبورتس وكاف اونلاين في انتظار انه يكون معنا الان مراد الصحفي الرياضي الليبي. فقط اذكر بانه يمكنكم التفاعل معنا هاتفيا عبر الرقم الهاتفي الدار على الشاشه 06 03 37 36 97 من خلال اتصال عادي او اتصال عبر خدمه الواتساب لمن هم خارج ارض الوطن. كان غيكون معنا اليوم احد المشجعين ديال فريق حسنية اكادير ولكن لحد الان ما يعني درنا مع الموعد ولكن لم ياتي، ما عرفناش الظروف ولا شنو السبب، كيبقى هو الوحيد اللي عارف شنو السبب اللي خلاه ما يجيش اليوم. نتمنى انه يكون سبب ديال الخير ونتمنى ان شاء الله انه يكون معنا في قادم الحلقات اللي من خلالها دائما كما قلت في البدايه ودائما كنقول بانه برنامج ديال الجماهير هو البرامج ديال الجماهير. بالنسبه لكم انتم لابداء اراءكم وايضا لاعطاء اضافه للبرنامج استوديو الجماهير. نشوف بانه هل معنا على الخط الان الصحفي. فقط بالنسبه للقضيه ديال اثار بانه بالنسبه للقضيه ديال اولمبيك تشيرا، حنا حاولنا نبرمج حلقات نتحدثوا من خلالها على الموضوع ديال اولمبيك تشيرا ولكن كنحاولوا نربطوا تواصل مع المسؤولين بالنسبه للجماهير ولكن ما صراحه حاولنا مرارا وتكرارا ولكن ما وصلناش لطريقه لتواصل معهم. الان ينضم الينا الصحفي الليبي الصحفي الرياضي مراد دخيل الصحفي الرياضي بقناه الوسط الليبيه وايضا موقع بي بي سي سبورتس وموقع كاف اونلاين. مراد مرحبا بك. اهلا بك مصطفى، تحيه ليك ولكل متابعيك الكرام في المغرب الشقيق. مرحبا. بدايه مراد، السؤال الذي والموضوع الذي طرح نفسه هو ذاته بقوه هذا يعني هذا اليومين بالنسبه لجماهير فريق حسنية اكادير اللي كما هو معلوم انهم غيواجهوا فريق النصر الليبي ضمن ربع نهائي كاس الكونفدراليه الافريقيه والذي مفاده ان فريق النصر الليبي سينسحب من دور الربع، هل هذا صحيح او لا؟ تحيه لك مصطفى. السؤال ربما لو كانت الامور اكثر وضوح وربما اكثر شفافيه فان النصر الليبي لن ينسحب من الكونفدراليه الافريقيه كون ان النصر هو الممثل الوحيد لليبيا في المشاركات الافريقيه لهذا العام رغم المعاناه التي تعانيها كره القدم الليبيه. نعم جاز و دور نعم كل الوقت كاين مشكل في الخط مراد.
ربما كاين تقطع في الخط بالنسبه لمراد، نتمنى انه يتم اعاده الاتصال بمراد، نتمنى انه تعود الاتصال، ولكن لحد الان اللي سمعنا بانه فريق النصر الليبي لن ينسحب من دور الربع، وكل ما روج له هو فقط امور يعني لا اساس لها من انسحاب فريق النصر الليبي، غيلعب المباراه وعنده حصه تدريبيه قادمه يوم الخميس، يعني غدا عنده حصه تدريبيه استعدادا لهذه المباراه مع العلم ان البطوله الليبيه متوقفة في انتظار انه معاودة الاتصال بمراد دخيل، في انتظار انه يكون معنا علي مباشر بخصوص يعني اننا ناخذ اراء ديالو. نشوف المخرج هل واش وجد ذكر فقط ناخذ اراءكم، نحاول اننا ناخذ اتصالاتكم واراءكم بخصوص هذا الموضوع هذا قبل اننا نرجع للمراد. نقراو الحسين بن رياض كيقول هذه الانسحاب سيكون له او حد سيفدو حدين على فريقنا، يقصد الحسني. حسني يعتبر مكتب مسير بقرة حلوب. بصراحة الحسني ليست لها قوة شخصية لمنافسة على لقب البطولة وكأس الكونفدرالية الأفريقية ميد الوفي، هذا هو التعليق ديالو. نذكر فقط مشان الكرام أنه أيضا اليوم تصدر رسالة، شفنا واحد اللائحة ديال المنخرطين وقع على واحد المراسلة فريق حسني أكادير التي مفادها إلى السيد رئيس الجمعية الرياضية نادي حسني أكادير في كرة القدم. تذكير بعد اطلاعنا على بيان انعقاد الجام العام السنوي لموسم 2018-2019 عبر البوابة الإلكترونية للنادي، نذكركم سيد الرئيس بما يلي: التزام بما اتفق عليه في اجتماعكم مع منخرطي النادي بتاريخ 30 شهر 1 2020، وتجدون رفقة نسخة من البلاغ، وأيضا التزام سيد الرئيس بقانون التربية البدنية 30/09 بخصوص المادتين 17 و18. ربما رجعنا الآن معنا مراد. مراد مرحبا بك مرة أخرى. اهلا بك مصطفى، تحيه ليك ولكل المتابعين الكرام، وتحيه لاهلنا واشقائنا في المغرب. مرحبا مراد، قلت قبل قليل بان النصر الليبي لن ينسحب من المباراه ضمن الربع النهائي كاس الكاف. نعم، زي ما قلت لك مصطفى، النصر هو الان ممثل ليبيا الوحيد، ورغم كل الظروف وما تعانيه كره القدم الليبيه، غير ان النصر يعني وصل لدور مهم ودور حاسم وهو دور ربع النهائي من كاس الكونفدراليه الافريقيه، رغم توقف الدوري وتوقف نشاط كرة القدم في ليبيا منذ أكثر من 6 أشهر، إلى أن النصر ترى الأوساط يعني الإفريقية والعربية أجمع بأن ما حققه النصر هو معجزة كروية. خلينا نقول بأن الفريق لم يلعب أي مباراة رسمية باستثناء المباريات في الأدوار التمهيدية ودور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية، فلهذا النصر لن ينسحب من البطولة. صحيح النصر يعاني من أزمات مالية وبعض المشاكل المالية، إلا أن الآن أعتقد بأن في مساعي كبيرة لحلحلة هذه المشاكل، وربما في الساعات القادمة وحتى في الأيام المقبلة سنرى النصر يعاود تجمعه من جديد، وسيدخل التحضيرات استعدادا للقاء حسنية أكادير. بالنسبة للتحضيرات مراد، وش مبرمج هذا الاسبوع تحضيرات يعني المباراه ديال الحسني، خصوصا ان كيف ما قلت بانه البطوله موقفه يعني 6 ديال الاشهر. شفنا بانه فريق حسني اكادير واجه فريق ليبي اللي هو الاتحاد الليبي في الدور التمهيدي، ايضا فريق النصر الليبي واجه فريق مغربي اللي هو الرجاء في الدور التمهيدي بالنسبه لدوري ابطال افريقيا. كيفاش هي الاستعدادات ديال فريق النصر الليبي لهذه المباراه؟ أعتقد أن المنافسين الاثنين سواء حسنية أكادير أو النصر الليبي كتاب مفتوح لبعضهم البعض، زي ما ذكرت مصطفى بأن الاتحاد الليبي كان خصم أو منافس للحسنية في الأدوار التمهيدية، وكذلك النصر كان منافس للرجاء، فأعتقد بأن الأطقم الفنية تدرس بعضها البعض، وأرى بأن المواجهة المرتقبة ستكون مواجهة حاسمة للفريقين كونها تأتي في دور مهم جدا. النصر منذ خوضه لآخر في دور المجموعات في مصر عاد إلى مدينة بنغازي الليبية بعد المباراة بيوم أو يومين، ومن المنتظر أن يعاود تحضيراته في مدينة بنغازي وبملعب النادي بالبركة يوم غد الخميس. سيكون هناك اجتماع مع إدارة النادي بالطاقم الفني وباللاعبين، ومن المتوقع أن يكون غدا الخميس أو الجمعة كأقصى تقدير موعد لعودة التحضيرات بالنسبة للنصر. النصر زي ما نعرفه بأنه يلعب خارج ليبيا بسبب الحظر المفروض على الملاعب الليبية، وستستمر التحضيرات بالنسبة للنصر حسب ما أخبرني به يعني
مساعد المدرب السيد على النجم ستتواصل في مدينة بني غازي حتى موعد المباراة المرتقبة مع الحسنية، ليسافر الفريق إلى مصر قبل المباراة بثلاثة وأربع أيام استعدادا لهذه المواجهة. بالنسبة للفريق الآن كيف ما قلت بأن فريق النصر الليبي يستقبل مبارياته خارج ليبيا، يعني ما هو الملعب المرتقب ولا المتوقع أنه يستقبل فيه النصر الليبي هذه المباراة ديال مباراة حسنية أكادير؟ والله يعتقد بأن الملعب الأقرب لاحتضان هذه المباراة هو ملعب بتروسبورت، كون الفريق خاض عليه عدد من المباريات وربما يكون في الإسكندرية حتى هذه اللحظات، يعني لم تحسم الأمور، قد يكون في الإسكندرية لسهولة تحول الجماهير الليبية إلى الإسكندرية التي تقع في الحدود الليبية المصرية يعني قريبة، وبالإمكان أن الجماهير تتنقل للإسكندرية بسهولة يعني. فحتى الآن ربما هذين الملعبين هما الأقرب لاحتضان المباراة، إما ملعب الإسكندرية برج العرب أو ملعب بتروسبورت في القاهرة، واعتقد بان الجماهير الليبيه ستتحول بكثافه لهذه المباراه كونها مباراه حاسمه، وخروج المغلوب هو الذي سيحدد من الفريق المتاهل للرباعي كبار في كاس الكونفدراليه. مصطفى صحيح كما شاهدنا من خلال المباراه ديال الذهاب التي لعبت في صفاقس بين فريق الاتحاد الليبي وفريق حسنيه اكادير، شهدت حضور جماهيري كبير بالنسبه للجماهير الاتحاد الليبي. يعني انت الان كصحفي رياضي ليبي كيفاش كتشوف فريق حسنيه اكادير؟ والله فريق الحسنيه يعني الدوري المغربي من خلينا نقول من الدوريات القويه عربيا، وفي العديد من المنافسين، وعندنا ايضا لاعبين ينشطون في البطوله المغربيه، عديد الأسماء اللي برزت وأثبتت جدارتها مثل سند الورفلي، وكذلك كانت في تجربة قصيرة لصالح الطاهر وأيضا زكريا الهريش مع اتحاد طنجة، بالإضافة الآن للمهاجم الليبي المعتصم بوشناف في سريع وادي زم. فأعتقد بأن الحسنية هو فريق يعني يلعب كرة قدم حديثة، وفريق يعني بالإمكان مجاراته في أثناء المباريات، خصوصا وأنه يلعب لعب مفتوح خلينا نقول، وليس من الفرق اللي ممكن تلعب بتكتل دفاعي، بل هو فريق يعني يؤمن بحظوظه ويرى بأن كل مباراة بإمكانه أنه يحقق فيها الفوز، وشاهدناه يعني في المباريات اللي لعبها مع الاتحاد سواء مباراة الذهاب أو مباراة العودة في أكادير، شاهدنا أن الفريق يعني يلعب كرة قدم حديثة، وهذا ربما من حسب ما نعرف وحسب المعلومات بأن الحسنية من الأندية أو من الفرق المغربية اللي تجيد هذا الأسلوب، وليه أسلوب خاص مثل الأسلوب الذي يلعب به فريق النصر. فريق النصر من المتعارف عليه يعني في ليبيا يطلق عليه فريق اللعب الجميل، لأن دائما ما يجيد لعب كرة القدم خلينا نقوله الحديثة، وهي يعني أسلوب مهم لا يعتمد على الكرات الطولية بل يعتمد على البناء الهجمة من الخلف، والكل يساهم في بناء الهجمة بالنسبة للنصر. فأعتقد أن قبل كل شيء حنشاهد مباراة ممتعة بين النصر الليبي والحسنية. مصطفى نعم هذا ما أتمنى. واش كاين تحفيزات بالنسبة للاعبي النصر الليبي من قبل المكتب ديال فريق النصر؟ والله النصر هو ما عند التأهل للدور الربع النهائي، إدارة النصر رصدت مكافآت مالية يعني للفريق نظير هذا التأهل، وأعتقد بأن في الدور القادم الدولة الليبية والحكومة الليبية المتمثلة في وزارة الشباب والرياضة أو حتى المؤسسات الرياضية وبعض رجال الأعمال سيضعون حوافز مالية للنصر، كونه هو زي ما قلت لك يعني النصر هو المرآة الوحيدة التي أو الشمعة الوحيدة التي تضيء كرة القدم الليبية في هذه الفترات الصعبة والفترات الحساسة، وأنت تدرك ذلك جيدا مصطفى عندما يكون لك ممثل لبلادك، فأعتقد بأن الجميع سيلتف وسيكون خلف النصر من أجل الوصول لمربع الكبار، ولما لا يعني الوصول للنهاية وحتى تحقيق اللقب لتكون ربما حدوتة السنوات بالنسبة لكرة القدم الأفريقية والعربية، بأن فريق لا ينشط في أو لا يوجد لديه نشاط في ويصل ليبعد ما يكون في بطولة قوية وقوية جدا وهي بطولة الكونفدرالية الأفريقية. نعم صحيح هذا ما أتمنى، إن شاء الله نتمنى أنها تكون مباراة قوية، مباراة جميلة بين فريق النصر الليبي وحسنية أكادير ديمنا ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية. شكرا لك مراد دخيل الصحفي الرياضي بقناة الوسط الليبية وأيضا موقع بي بي سي سبورتس وموقع كاف أونلاين على التوضيحات وعلى المداخلة ديالك.
شكرا مصطفى، وتحياتي لأشقائنا وأخوتنا في المغرب الشقيق أكيد، ونتمنى كل التوفيق لكرة القدم المغربية والرياضة بشكل عام، واللي تشهد نهضة كبيرة جدا أعتقد بأن صداها وصل من المحيط إلى الخليج، وإن شاء الله نتمنى التوفيق ودائما يكون أسود الأطلس في الموعد إن شاء الله في المنافسات. إن شاء الله أنت بدورنا كنتمنى إن شاء الله أن تكون معنا في قادم الحلقات لما لا في مباراة العودة بين فريق الحسنية والاتحاد الليبي هنا بمدينة أكادير. شكرا لك مراد. إن شاء الله. شكرا مصطفى. تحية لك مراد. كان معنا مراد دخيل الصحفي الرياضي الليبي اللي تحدث لنا على العديد ديال الأمور، أوضح لنا الأمر اللي تم تداوله بأن النصر الليبي سينسحب، ولكن مراد قال بأن النصر الليبي نصر بن غازي لن ينسحب. هذيك فقط كلام وأخبار زائفة لا أساس لها من الصحة. الخبر اليقين هو أن النصر الليبي نصر بن غازي غدا عنده حصة تدريبية استعدادا لهذه المباراة، كيف ما ذكر بأن البطولة الليبية موقفة منذ 6 ديال الأشهر، ما يمكنش للفريق أنه يستقبل مبارياته بليبيا، وبالتالي غيستقبل في أحد الملاعب إما في ملعب بيتروسبورت أو بالإسكندرية اللي قربها من بنغازي للمدينة ديال الفريق. أيضا قال بأنه الفريق غيسافر 3 أيام ولا 4 أيام قبل المباراة لمصر. ايضا تحدث على انه غيكون الاستعداد ديالو في ملعب بنغازي والملعب ديال المدينه ديال الفريق. النصر الليبي اللي هذه المباراه كاينه ضمن ربع نهائي كاس الكونفدراليه الافريقيه، مباراه الذهاب ستلعب يوم 1 مارس بمصر، ومباراه الاياب ستلعب يوم 8 من مارس بمدينه اكادير المغربيه. وبالتالي هنا كنطويو هذا الملف الاول ديال الحديث عن قضيه النصر الليبي، ننتقلوا الان للمحور الثاني والحديث عن الجمع العام لفريق حسنية أكادير والذي سيعقد يوم 25 فبراير القادم. الرئيس أعلن عن تم الإعلان عن جدول الأعمال، ولكن جدول الأعمال لم يرق للمنخرطين ولا للجماهير. سؤال والعديد ديال الكلام تطرح من خلال من بعد ما تم نشر هذا البلاغ هذا، وكيطرح واحد السؤال صراحة الكل ربما غيطرح هذا السؤال، واش حسنية أكادير غتبقى تسنى دائما ولي ديال الجهة هو اللي يحل لهم المشاكل؟ واش دائما تسناو كيف ما تم الحل ديال المشكل ديال محمد فاخر، دائما تسناو الوالي ديال الجهة هو اللي قال لنا حل هذه المشاكل ديال فريق حسنية أكادير؟ الرئيس الحبيب سيدينو والمنخرطين، يعني المنخرطين رغم انهم راسلوا الرئيس ديال حسنية أكادير من خلال هذه المراسلة ديال اليوم، وايضا حتى الاجتماع ديالهم اللي كان بالتاريخ ديال 30 يناير 2020، وغنقراو يعني من الاشياء اللي جاو في البلاغ بانه بعد نقاش مستفيض حول العديد من النقاط التي تهم واقع النادي، خلص الاجتماع الى ما يلي: التزام رئيس الفريق امام الحضور بعقد الجمع العام السنوي 2018-2019 يوم 19 فبراير 2020. تبع الاجتماع 17 يناير 2020 والذي صوت فيه المنخرطون بالاغلبيه المطلقه لابعاد الكاتب العام من التسيير. هذه نقطه طرحت ديال ابعاد الكاتب العام من التسيير. طلب المنخرطون اعاده النظر في التركيبه الحاليه للمكتب، وذلك بعد الاشخاص الذين يقدمون اضافه للنادي، وقد التزم الرئيس امام الحضور باجراء تعديل في المكتب خلال الجمع العام المشار اليه تم التحدث عليها في 30 يناير، ولكن من تم الاعلان عن جدول الاعمال ديال الجمع العام لم يذكر ولم تذكر هذه النقطه. ايضا طلب المنخرط من الرئيس تمكينه من التقرير المالي والادبي في 15 يوم قبل انعقاد الجمع العام. هذه النقطه ما كايناش ديال التوصل بالتقرير المالي والتقرير الادبي. سيعقد اجتماع المنخرطين مع الرئيس قصد تزويدهم باللائحه المقترحه لشغل مناصب الشاغره بمكتب المسيء الجديد. التزام المنخرطين التصويت على اللائحه الجديده للمكتب المسيء تحت رئاسه السيد الحبيب سيدينو خلال الجمع العام المقبل، وذلك طبقا لقانون التربيه البدنيه 30-09. الزام اشراكيه جميع المنخرطين في تدبير امور الفريق عن طريق العمل داخل اللجنه الوظيفيه في اطار مقاربه تشاركيه. هذا اللي جا في البلاغ ديال 30 يناير 2020 اللي كان الاجتماع على الساعة 7:30 بقات الاجتماع التابعة لملعب أدرار. اليوم كتجي مراسلة كانت بالأمس، ولكن اليوم فاش تم التوقيع عليها من منخرط فريق حسنية أكادير إلى السيد رئيس الجمعية الرياضية لنادي حسنية أكادير الحبيب سيدينو بعد اطلاعنا على بيان انعقاد الجمع العام السنوي لموسم 2018-2019 عبر البوابة الإلكترونية النادي، نذكركم السيد الرئيس بما يلي: التزام بما اتفق عليه في اجتماع مع منخرط النادي بتاريخ 30/1/2020، وتجد النسخة من البلاغ هذه اللي قريت دابا. الالتزام السيد الرئيس بقانون التربية البدنية 30/09 بالخصوص مادتين 17 و18. غنشول هذه المادتين 17 و18 لأنه هذا الموضوع صراحة ما بقاش موضوع عادي، هذا الموضوع هذا
لازم انه يكون وقفه من اداره حسين اكادير ومن المنخرطين لهذا الان يتحمل المسؤوليه فيه الطرفين، لانه تم الاتفاق في الاجتماع ولم يتم ادراج ذلك في الجامع العام، بالتالي هل كيبين بانه المنخرطين حتى هما الكلمه ديالهم ليست مسموعه؟ واش هذوك المنخرطين بشخصيه اللي خرجوا من الاجتماع ويتم طرح نقاط اخرى من خلال جدول الاعمال ديال الجامع العام القادم باش نرجعوا لهاد المادتين 17 و18 في القانون التربيه البدنيه 3009 كيقول الماده 17 تقصى من المنافسات والتظاهرات الرياضيه التي تنظمها الجامعات الرياضيه كل جمعيه رياضيه توفر في على الاقل اعلى داخل 16 و15 والذي لا تمثل احكام المادتين 15 احد المعايير منصوص عليها في الفقرتين الاولى من الماده اجل سنه يحتسب من التاريخ الذي اصبحت فيه مستوفره للشروط. نقراو هذه المادتين 15 و16 باش نفصلوا، لانه اليوم حاولت نجيبوا وثائق باش نتحدثوا هذا الامر اكثر واكثر. بالنسبه للماده 15 يجب على كل جمعيه رياضيه لديها فرع رياضي من المحترفين المجازين البالغين سن الرشد 50% توفر على نسبه تفوق 50% او يحقق للجمعيه خلال 3 مواسم رياضيه متتاليه معدل مداخل يفوق المبلغ المحدد بنص تنظيمي. وكي نمشيو اكثر المتعلق بالنسبه تخضع الشركه الرياضيه لاحكام القانون المتعلق بالشركات المساهمه الصادر بتاريخ الظاهر الشريف رقم 1795 الظاهر الشريف اللي تصدر في 2010 بالنسبه للقانون ديال التربيه البدنيه 3009. هنا صراحه تطرح عديد ديال الاستفهامات وعديد ديال الاسئله وما زادت طينابا له. هو نهار اليوم الاثنين توصلت اداره فريق حسنيه اكادير بورقه من المدرب محمد فاخر بانه بغى المستحقات ديالو اللي هي مليار و160 مليون. محمد فاخر ارسل انذار لاداره حسنيه اكادير يوم الاثنين 10 فبراير بانه بغى المستحقات ديالو اللي قدر ديالها مليار و160 مليون. من وقع هاد العقد هذا؟ واش الناس اللي وقعوا هاد العقد هذا واش كان كيضليهم بانه غيسنيو مع مليار و160 مليون؟ واش مع بيب غوارديولا ولا مع جوزي مورينيو ولا مع يورغن كلوب ديال ليفربول؟ هنا بالنسبه للمسؤوليه كيف ما قلت بانها مسؤوليه مشتركه في اللي داخلين في هذه المنظومه ديال نادي فريق حسنيه اكادير. بدايه بتوقيع العقد بهذه القيمه هذه ديال مليار و160 مليون، فريق عاد عنده مشاكل مع المدرب السابق ميغيل غاموندي، بعد نهار كتسني عقد ديال مليار و160 مليون، عندك مشاكل في الجامعه الملكيه المغربيه كره القدم ديال اللاعبين، عندك بوسبيبا، عندك ماركوفيتش، عندك فوزي عبد الغني، عندك جلال الداودي، وتصنيع عقد ديال مليار و160 مليون. هنا الحبيب سيدينو الم ينتبه لهذا الامر ديال مليار و160 مليون؟ عرف بانه فريق في العام الماضي خرج بعجز وهذا العام غيخرج ثاني بعجز في الميزانيه. هاد مليار و160 مليون والقضيه ديال الاخرى راه غتجي في التقرير المالي ديال العام الجاي. الان المنخرطين ديال حسنيه اكادير طلبوا بانهم يتوصلوا بالتقرير المالي والادبي 15 اليوم. اليوم شحال في التاريخ؟ اليوم 12 فبراير، 12 فبراير الجامع العام، يوم 25 فبراير ما توصلوش بعد بالتقرير المالي والادبي. وبالتالي واش غيديروا داك الجامع العام باش يشربوا الاتاي والحلوى ويمشيو؟ يعني ما توصلوش بعد التقرير المالي، وبالتالي غيصادقوا في هذاك الجامع العام على التقرير المالي ما شافوه من قبل، ما بحثوا فيه، ما عرفوه، غير شوف فقط انهم يشربوا كاس ديال الاتاي والحلوى ويصفقوا ويتصوروا ويتسلموا ويمشوا في حالهم. وبالتالي هادو امور صراحه كيف ما قلت في البدايه ما خاصش دائما يتسنى فريق، المسؤولين في المنطقه هما اللي يحلوا المشكل، دائما تسنى الوالي ديال الجهه هو اللي غيفتح هذا المشكل ديال الحسنيه. كاينين امور اكثر واكثر. ناخذ اتصال هاتفي ونواصلوا الحديث ديال الناس. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته سي مصطفى. مساء الخير سيدي، تفضل. اسم كريم. كريم اسماعيل من اكادير. مرحبا سي اسماعيل، تفضل. كيداير اخويا؟ بخير، كلشي مزيان الحمد لله، بارك الله فيك، تفضل. وكنشكروك اخويا على هذا البرنامج هذا، كنخويو عليك قلبنا. مرحبا مرحبا، تفضل. جزاك الله بخير سي مصطفى. مرحبا مرحبا، هذا البرنامج ديالكم، تفضل. الله يجازيك بخير. النقطة الأولى اللي بغيت نتحدد عليها اخويا هي القضية ديال فخير، يعني الله المستعان وصافي، يعني بمليار و160 مليون ما فهمتش هاد القضيه ديال دابا ديال الاداره. واش قال لهم غيدي تشامبيونز ليغ ديال الاوروبي؟ يمكن السي اسماعيل. الو سي مصطفى كتسمعني؟ كنسمعك كنسمعك.
قلت لك هذه القضيه هذه ديال 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 وين درج نهار اشرف وين الصفحه ديالها واستنجدنا بالاطار مصطفى وشريف قلنا صافي راه غادي نستينا مع ذوك اللي سميتو لا اله الا الله والتسليم مصطفى دابا على ورقه اسماعيل اسماعيل ما عرفتش كتسمعني ولا لا كنسمعك اسي مصطفى بانه لحد الان في الورق محمد فخر هو المدرب ديال حسنيه اكادير الان في الورق بالنسبه للجامعه راه محمد فخر هو المدرب ديال حسنيه اكادير غير باش يعرفوا واخا الاستقاله ديالو زعما على ذاك البوط ديال لا سميتو غادي يرجع ولا الاقاله يعني كانت الاقاله ولكن الاقاله والمستحقات هذا راه اقاله باعطاء المستحقات المستحقات راه مليار و160 مليون هذيك راه باش تدور باش طلع مليار و160 مليون مليار و160 مليون السي مصطفى الا بغينا نكونوا واقعيين جيتي تشوف راه الميزانيه ديال حسنيه اكادير كامله تقريبا ما كتوفرش على هذا المبلغ هذا هذا راه استهبار المال انا اخويا مصطفى والله الله يشوف من حال هاد الناس هادو يشوفوا هاد الفرقه هادي مسكينه راه غاديه الهاويه ان صح التعبير والله انا باش تجدوا في بدايه العام ان الفرقه يلا غادي تسترجع على الكبرياء ديالها وتنفس لينا على واحد المقعد اللي هو مشرف لمدينه اكادير لان جهه كامله كتمثل هاد الفرقه هادي وخصها نزيدوا بها لقدام الله المستعان وصافي وخلال الماتشات هادو اللي سميتو كنضمن مصطفى وشريف ماشي هو رجل المرحله سمعتي نفسي مصطفى نعم نعم كنتمناو يداكو الامور قبل فوات الاوان وصافي نتمناو الحسنيه مزيد من العطاء ان شاء الله ويداركو هاد الخطا هذا اللي طاحوا فيه ويتصحح لان من الاخطاء كيتعلم الانسان اخويا مصطفى نعم ربما واش الان ربما بالنسبه للاداره ديال الفريق واش استغلال انه بداو كيرجعوا النتائج الايجابيه باش ثاني يرجع الامور كيف ما كانت من قبل ربما هذا من بين الامور اللي طرحها شوفوا الان الامور رجعت النتائج الايجابيه ولا الفريق كيفوز وبالتالي اجي ندوزوا هذه النقطه ديال الجام العام كيف ما قبل تفاق شرب اتاي والحلوى وخرج وصادق صافي ومشى هذا ما كان اخويا مصطفى ما يكذبش عليك شي واحد يقول لك بانه كاينين شي تغيرات من مسافه الجامع العام يعني هذا الشيء غيدوز على الغموض عاوتاني وغادي سميتو الى اخره راه عرفتي القصه انت بلا ما ندخلوا في التفاصيل ديالها نعم الاداره بلا سميتو خصها تستقل كذا وخليو الشباب والليجينات اللي خصهم يخدموا هذه الفرقه هذه نعم. الفرقه هذه راه لا ما كتساوي عندهم شيء يا خويا والله نتمنى تحس الاوضاع في القريب العاجل ان شاء الله السي مصطفى نعم شكرا لك سي اسماعيل من اكادير شكرا لك سي اسماعيل جزاك الله بخير يا سيدي الله ييسر الامور حياكم الله بارك الله فيك شكرا لك نذكر المشاركة رغم انه حتى انتم اذا يمكنكم التفاعل معنا هاتفيا عبر الرقم الهاتفي الدار على الشاشه 06 03 37 36 97 من خلال الاتصال عادي او اتصال عبر خدمه الواتساب الحديث الان بعد ما تحدثنا على بانه فريق نصر الليبي لن ينسحب نصر الليبي غدا ياخذ التدريب ديالو الان نتحدث عن الجام العام العادي حسنيه اكادير وعن المراسله اللي داروها اليوم المنخرطين الرئيس فريق حسنيه اكادير ناخذ اتصال هاتفي اخر السلام عليكم مرحبا سيدي تفضل اسم كريم معك احمد من مراكش مرحبا سي احمد من مراكش تفضل سي احمد بارك الله فيك سي مصطفى تحيه ليك وتحيه للجمهور وتحيه للطاقم التقني وتحيه للمحبين حسنيه مرحبا انا عندي واحد 3 بوان من زمان نعالجهم انا بالنسبه للازمه الحاليه اللي تعيشها الحسنيه تنحمل المسؤوليه تقريبا كامله زعما تسير العاوي المكتب المسيد ديال 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 الحسنيه نعم كيف يعقل انا تجيب مدرب وتسني معاه تخوازو ياك نعم يعني ثلاث سنين ديال العقد وتسني معاه ثلاث سنين ديال العقد وما كاينش ضمانات بانه غادي يكون نجاح ديال ذاك الايطاع وفتره انتقاليه فتره انتقاليه مع العلم نعم ان سميتو الجماهير ما بغاتش المدرب على الاقل يكون زعما تكون زعما تكون هادشي كيبان السي احمد هادشي واش استفدت شي طرف اخر من هاد مليار و160 مليون هذا يبان لي فاخر وين استفدت مليار و160 مليون في شهرين انا فاخر وين استفدت هو عنده ديجا تجربه مع هادشي مع هاد المسائل هادو ديجا رفع دعوات الرجاء غادي يتسلم مع شي 560 مليون على ما اعتقد نعم
هما طاموا في سميتو فاش رفع عليهم دعوة قضائية جات ليه المحكمة 560 مليون وتخرج يعني مليار 160 مليون مليار 160 مليون ديال المستحقات اخصابي يمكن اكادير باش قال اوات في الاتصالات السابقة قال بانه نكتبوا لي اكاديرو في الله راه 100 مليار 160 مليون راه اللي وقعنا بهذا العقد ديال مليار 160 مليون خاصو الان يخرج ويقول له وي خاصو ما يتسناش الجمهور طالب منه بانه يقدم الاستقاله ديالو لا حتى السوارد يخرج يقدم حتى التسويرات ديالو ويعتذر لهاد الناس هادو ولا بيعوا لي جيرونوي بيعوا جيرونوي باش نخلصها ايوا قال لي وقت نشوف بان باغ اكزومبل مثلا شباب المحمدية نعم في العقد كي داروا تا تعاقدوا مع ذاك محمد امين بن هاشم حيت اباهم البث تعاقدوا مع هنا تيبين لك بانه كاين فرق كبير بين 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 زمان الفكر ديال المكاتب المسيره نعم حيت من الناس سمع كونترا فيها سيموا فيها ست شهور وقابله جديد اكونديسيون يكونوا لي ريزولتا يعني داك الشيء سور لو بلون زعما سور لو بلون ليغال زعما من الناحيه القانونيه داك الشيء مقاد باش انا المكتب المسير ديال الحسنية سنة مع باقي 30 هكا الاف ودابا اكثر من ذلك السي احمد جلس تم اجتماع ديال منخرطين مع الرئيس في 3 يناير 30 يناير شفنا بانه جدول الاعمال ديال الجامع العام ما فيهش هاد النقاط اللي طرحوهم من المنخرطين ديال من بينهم ديال الاسباب الانخراط من بينهم ديال اقاله وابعاد بعض الاشخاص منهم الكاتب العام التسيير كاين ايضا بعض الاشخاص اداريين يحيدوا من تما تجديد اشتراك المنخرطين في اللجان وهذا الشيء راه ما كاينش في وشنو الانطباع اللي بيخليو المكتب المسير بان الحسنية بخير وعلى خير ما كاين حتى شي مشكل او كل حسنية فائدة ديرها في 14 مليار كل سنة ازمة كبيرة زعما صراحة المكتب المسير زعما هو السبب الرئيسي في كل ما تعيشه دابا الحسنية يعني مكتب مسير هاوي لا علاقة له بالتسيير انا عقلنا عقلنا كتجيب مدرب للجماهير تترفضو وتسيرها 3 سنين وعلى الاقل بدا سنين معايا هادشي اللي بقى في الموسم ساعة ما كانوش النتائج غادي تعطيه المسائل ديالو ويجي بحالو وانا دابا ثاني مع 3 سنين نقول لهم دابا في الكوره ما تقدرش دابا تتعاقد مع مدرب جديد ما تقدرش تجيب لعابه جداد ما يمكنش مشكله ما عرفت انا تنشوف بان المكتب الموسمي خصو اعاده الهيكله صحيح يعني اكل علي السي احمد اكثر من ذلك راه بالمسؤول المحاسبه هادشي راه مال لا مدى السي احمد هادشي مسؤوليه المحاسبه ماشي غير لحد السوار ديالي يقول لا صافي انا راه غنمشي راه اعتذر ودرت خطا وراه محاسبه سيدي راه فلوس هذيك راه مليار الملايين تما ديال المال العام ديال الفريق ديال الجمهور كيتسنى انه يشوف الفرقه ديالو كدير الالقاب وطنيا وقاريا كيدي بلاصه معاه بجيب من جيبو فين ما مشاو مصر تونس طنجة وجدة فين ما مشات والامر في التالي لقى بانه دوك الناس اللي كيتسناو يسيروا لديك الفرقه اللي كيبغي لا حياه لمن تنادي مشاكل زعما المشكل الرئيسي اللي كاين في الفريق هو الاداره زعما اداره هاويه وعندها ديك العقليه القديمه نعم ديك العقليه القديمه ديال السير انا كان كتجيب مدرب وسط ليه 3 سنين ومدرب ما بغاوش الجماهير مدرب راه بريسك سميتو بريسك ريتريت متقاعد كان متقاعد كان كشي التقاعد ما يمكنش نعم شكرا لك الرئيس براسو اعترف بانه هذا خطا فاش دار الاقاله ديال القانون نعم كان الرئيس كان عليه ان يتحلى باقصى درجات ضبط النفس واخا وقع المشكل لانه خصو يشوف المصلحه ديال الفريق الفريق كان غادي مزيان مع كاموندي واخا مشى لكاس العرش كان عليهم يحافظوا على المدرب لان المدرب اعاد لعيبه للفريق وزعما رجع للسكه الصحيحه هذا ما مشى كاس العرش صافي ما قلتش ما يمكنش هذا خطا كبير ذات الاداره ديال الحسن لان قالت كاموندي هو دابا كاموندي مشى دابا للوداد الناس اللي تعرفوا القيمة ديال الرجال هو قاموا ديالو مشى الإدارة التقنية نعم وبالنسبة لك السي مصطفى على قبل كان شي
سميتو اشاره قال لك بانه نصب ليبي بينته. كان معنا قبل قليل السي احمد مراد دخيل واحد صحفي ليبي تحدث على هذا الامر هذا بانه فريق النصر الليبي لن ينسحب، هذاك غير كلام خاوي. النصر الليبي عنده غدا حصه تدريبيه استعد غدا الخميس بنغازي، غيستعد تما في ليبيا في بنغازي حتى اربع ايام قبل المباراه، وغيسافر لمصر غيستقبل اما في ملعب بيتروسبورت ولا بالاسكندريه اللي قريبه لبنغازي باش يجي الجمهور كثير. ما كاينش هذاك الكلام ديال الانسحاب ما كاينش. وبغى الاشاعات باش يشطوا التركيز ديالها. هذا كان بعض المرات كيكونوا اشاعات من اجل بانه يشتت التركيز، ولكن لازم على الحسنيه تستعد لكل المباراه. الحسنيه خصها تستعد لان المباراه ماشي سهله، اللي بينا ما ساهلينش، اللي بينا تلعبوا كره جميله وما نعم. ولا تفكرتي في الصور الاقصائيه راه كنا بينا نقصوا على عياد ذاك الفريق الليبي لا ما نعقلش عليه، الاتحاد الليبي. الاتحاد الليبي اللي اقصاوا في الدور التمهيدي. كانوا على فوق فيهم كنا بغينا نتقصوا قدامهم. وراه حتى النصر الليبي حتى هي راه لعبت ماتش جيد مع الرجاء. الماتش ديال الاهلي 1-1 والريتور واحد الالي 3-1 والريتور 1-1. الفرقه حتى هي كتلعب كره حديثه معروفه في ليبيا بحال الشكل ديال فريق حسنيه اكادير، كيلعب كره حديثه بحال الشكل ديالهم، يعني عندهم نفس السيستم ديالهم. وانا عندي دعوه للاعبين ودعوه للاداره التقنيه بانه تحاول زعما تركز على المباريات، تحاول تنسى المشاكل الاداريه. وتركز بزاف في الميدان. نعم. وسوقت الحسنية خصها تلعب على سميتو على البطولة باش تحاول تخرج من ديك المنطقة اللي أنا منطقة صعيبة. نعم. حيت باقي عندها الوقت شوية باش تلعب الكاف، باقي تقريبا شي 20 يوم. نعم. ونتمنى التوفيق للحسنية إن شاء الله في الماتش ديال الفينال. شكرا لك سي إسماعيل من أحمد عفوا من مراكش، قلت لي إسماعيل، اسمح لي سي أحمد من مراكش. كاين اتصال ديال المدرب عزيز شرود اللي نتمنى انه يعاود الاتصال، قال بانه كيتصل. السلام عليكم، بانتظار انه يكون معنا العزيز عنده ما يقول، حتى هو كيبان من خلال التعليقات بانه بغى يقول شي حاجه، وايضا حتى المشاهدين والمتابعين الاتصالات مفتوحه من اجل اعطاء رايكم في هذه الامور. هذا كيف ما قلت بانه ها هي المراسله اللي يعني ديال نتمنى ان المخرج انه ايضا بعد قليل يبث لنا هذه المراسله هذه اللي كانت ديال المنخرطين اللي توقعات ب 32 منخرط 32 منخرط توقعوا هذه المراسله الرئيس حسنيه اكادير. ناخذوا اتصال هاتفي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا مرحبا سي عزيز، مساء الخير. اهلا وسهلا بخير. الحمد لله بارك الله فيك، تفضل سي عزيز. يلا سمعت القضيه ديال الفخير ديال مليار و300 فيعني 160 مليار و160 و160 واش كاين شي مدرب تما في امريكا سي عزيز؟ و اللي لقى على من يضحك واش فهمتيني؟ فدابا هو يعني كما كنا كنهضروا ديما على هذه القضيه هذه، فهو استغل الفرصه ديال 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 الرئيس اللي كيتسرع بزاف، وصراحة ولا يعني انا ما عرفتش واش السبب يعني كبر السن ولا ما فهمتش، فممكنش يعني هذا الشيء اللي كيوقع في الحسنية يوقع دابا والله ما يمكنش. فالمشكلة يعني احنا في المغرب كنعرفوا باللي العقود شنو كيوقع فيها ما بين المكاتب واللاعبين والمدربين والاوتو، فاحنا كنعرفوها. كيمضي على 100 والعقد فيه 900 والبقيه ديال الفلوس فين كتمشي حتى واحد ما كيعرفها، فهادشي في اغلب الفرق. فكما كنقولوا يعني كاينه مافيا العقار فكاينه مافيا الكره، فهاد القضيه فرغ منها. فنرجعوا للجمع العام، الجمع العام يعني الا ما حد شوف الحسنيه اكادير اللي كيدافع على الحسنيه اكادير هو الجمهور ديالها، ما يتيقوا لا في مكتب لا في منخرطين. المنخرطين هما يعني على قلتهم هما اصدقاء ديال الرئيس، فاذا قال لهم قولوا يس كيقولوا يس، قولوا نو كيقولوا نو. هذوك فاش هذا راه الضحك على الدقون، فاش كيقول لك انا غنجتمع مع المنخرطين كيضحك يعني سذاجه كي ينا. فهادشي هذا ما خاصوش يكون. الحسنيه الا الجمهور ما خرجش وطلب بالتغيير
وكيف ما كانوا كيديروا في الاول يعني خرجات سلميه وهادو طلبوا بالتغيير راه الحسنيه راه مشات وهذا الشيء هضرنا في هذه شهرين عاد شفتي النتائج كيديره دابا يعني يعني واحد 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 السذاجه في التسيير فخاص الجمهور يدخل حتى الناس اللي كانوا كيدافعوا عليها في ريمال تي في كانوا شباب وكانوا ناس حتى هما ما بقاوش كيتكلموا انا ما عرفتش اشنو وقع لهم يعني فكاين هناك اشياء يعني تحصل في الخفاء ما بين هذا المكتب راه كيما قلت لك راه ما في الكره راه في اغلب الفرق المغربيه فخاص الناس ما يبقاوش يتسناو يقولك الجمع العام غير الرئيس مع المنخرطين هذه راه نكته هذوك المنخرطين فين كانوا الا كانوا منخرطين بصح وكتبقى فيهم الفرقه وكيدافعوا على 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 الفريق فين كانوا فاش الجمع العام ما دارش هذه في 2019 ما دارش فيه فين كانوا فاش يعني لما تعاقدوا مع فخير فين كانوا فما كاينش منخرطين فما تخليوش الرئيس يكذب على الناس ويقول لك انا غنجتمع مع المنخرطين غنجتمع مع الجمهور هذيك ال 5000 و 6000 ديال الجماهير ديال اكادير اللي خرجات هذوك هما اللي خاصك تجتمع معاهم علاش لان هذوك هما اللي كيبغيو الفريق ديالهم وكيدافعوا على الفريق ديالهم بدون مقابل اما الباقي كله يعني صراحه يعني هاد الناس هادو ما باغيش يمشيو بحالهم لان الكعكه يعني كبيره وكما قلت سابقا هذا عمل تطوعي شنو هي الكعكه السي عزيز شنو هي الكعكه اللي تقدر تخلي ان منخرط ولا ان عضو فريق سيد اكادير انه يسمح في جميع المبادئ ديالو باش انه يبقى في هذيك الفرقه يقدر يكذب يقدر يدير بزاف ديال الامور باش يبقى تما بقدر تما كاين الفلوس فهمتيني قول لي دابا شوف يعني كاين الفلوس موجوده راه كيتعاقدوا مع لاعبين كاين لاعب كيقول لي اجي غادي تسيني على 100 ولكن العقد غادي فيه 900 اللاعب حتى هو مع تيقول اللهم 100 ولا نقبارك ونفس نفس نفس الشكل مع الاطور نفس الشكل مع المدربين فعلاش لان في الجمع العام فاش كطلب منه التقرير المالي قول لي رئيس واحد جبد لك التقرير المالي مع التواصل ما تقولش لي التقرير المالي كتعطيني اون باج تعطيني ورقه مكتوب فيها خسرت 800 ودخل نو 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 اعطيني العقوب وتشوف ما كاينش رئيس يعطيك العقوب علاش لان كلها فيها التخرويض كلها داك الشيء ما كيبغيش يمشيو انا قلت لك هذا عمل تطوعي اذا الى عمل تطوعي كتطوع كتساعد انت دوك الناس قالوا لك ما بقيناش بغيناك سير بحالك يبقى فيك الحال وتمشي فحالك لان كمطوع هما ما باغيش يمشيو علاش لان كيربحوا الفلوس لان كاينه الثغره ما كاينش الحسابات وشكون اللي يخلي هاد الدخل يعني سهل ديال الملايين شهريا ويمشي فكيتشبتوا كيديروا مافيا على الفرقه وشكون اللي كتجي فيها الفرقه انت شفتي الفرقه فين كانت وشوف فين ولات وهو الا بغيتوني نمشي عطوني جوج المليار هذا يعني اوكي نعطيك جوج المليار يقدر الجمهور دابا يقول لي حنا دابا بغيناك تمشي وبغينا منك 10 المليار علاش اجي نتحاسبوا فينا هو الدخل ما يقدرش يجبد لهم لا ما كاين لا تواصل نعم سي عزيز اينك يا عزيز اين هو ربما انقطع الخط نتمنوا ان عزيز يعاود الاتصال نذكر فقط المشاهدين الكرام ان حتى انتم ايضا يمكن لكم التفاعل معنا هاتفيا عبر الرقم الهاتفي الظاهر على الشاشه من خلال اتصال عادي واتصال عبر خدمه الواتساب والحديث عن الجمع العام العادي كيف ما قلت بانه لا يعقل قال ان منخرطين وان رئيس وان اعضاء انهم سيستمر هذا المسلسل ولا من يوقف هذا الامر واش دائما كيف ما قلت نتسناو المسؤولين في الجهه هما اللي يفتحوا المشاكل واش ما كيسمعوش الجماهير ما يقال انا كنسمعك مرحبا مره اخرى مرحبا سي نعم عزيز مرحبا يا فخاص الجمهور ديال حسني تقادير خاص الجمهور هذاك اللي كنا كنشوفو نعم. فاش كان فخير هذاك الجمهور خاصو يخرج ويقول هذا المكتب كله يمشي بحاله كله رئيس هادو اللي كيقولوا بغينا بن علا يمشي واش هذاك بن علا غادي يمشي غايجيب لك بن علا واحد اخر المشكله العلا فين كاينه راه كاينه الرئيس خاصو يمشي في حالته فهمتي من بعد المحاسبه نعم
فهمتي دابا كيفاش من جمع عام هذا اللي انت هذه ديكتاتوريه كيفاش دير جمع عام وتقول لهم ها علاش غنهضروا شكون انت بس 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 يعني حتى تجيك الفكره بس بس يعني تحكم في فريق ديال المدينه اللي هو ماشي هذا ماشي فريق بريفي بس بس دير في هذه الحاله هذا فريق ديال المدينه هذوك الفلوس ديال المدينه ما يمكنش ليك تقول الناس ها علاش غنهضروا ها علاش ها شنو غادي نديروا وصافي نو ما يمكنش ما يمكنش خاص هذاك الجمهور يوقف ويقول يا سيدي على الاقل سي عزيز على الاقل نقطه ديال ابعاد الجماهير طالبت بابعاد ديال الكاتب العام وكتقولها دائما في المدرجات وايضا حتى المنخرطين طالبوا به ابعاد بعض الاشخاص من المكتب ابعاد بعض الاشخاص من الاداره تجديد في الاعضاء ديال المكتب اللجان وهذا الشيء راه ما كاينش سي مصطفى انا راه كنعرفك انت انسان ذكي هضرت انا وقت راك ذكي وفاهم في الكره وعارف واش هاد الهضره كتشوفها معقوله واش غادي هادو غادي يحيدهم سي غادي يقول لي ماشي غادي يحيدهم يعني غادي غيقصيهم نو اصدقاء هما يلا قلت لك انا ما في الكره الله يهديك فهمني هادو غادي يقول لهم اجي وبنسو غادي يجيب واحد اخرين بلاصتهم هادو ما كان فين هي المشكله ما غاتحلش هاد السيد خاصو يمشي هاد السيد خاصو يمشي الله يجعل البركه انا ما عارفش اش غايديروا معاه محاسبه ولا ماشي محاسبه المهم هادو خاصو يمشي راه ما بقاش عارف اش كيدير وما كيفهمش واش عرفتي داك النافش هضر معاك قال لك جبنا مدير تقني ومن بعد ما تشاورنا مع اللعابه ومع الجهاز الطبي واش تعطى الله دابا اللي يقول هاد الهضره هادي هذاك كيفهم شي حاجه ديال تشاور مع الجهاز الطبي واللعابه باش تجيب مدير تقني واش دخل هاد وكاع اللي قال لا دخل لهم في الاختيارات راه هما كيجيبوا واحد الانسان اللي كيعرفوه علاش لان القضيه كلها في العقد كلها في العقد مضي على 800 وانت غتاخذ 100 والبقيه كتمشي لهم هما لا اقل ولا اكثر ما عمرهم غادي يحيدوا ما في الكره ما عمرها غادي تخلي الكره المغربيه تزدهر وهذا ما عندي اليوم السي مصطفى شكرا لك طولت عليك لا مرحبا سي عزيز مرحبا سي عزيز دائما كنرحبوا بكل اتصالاتكم كل التفاعلات ديالكم شكرا لك سي عزيز الله يبارك فيك خويا بارك الله فيك شكرا العزيز اللي كان معنا من الولايات المتحده الامريكيه واللي حتى هو تحدث على هذا الموضوع هذا المرجو لكل ان يساهم معنا طلب من مصطفى يتصل مباشر المسؤولين الاداره ومنخرطين سي الحياني احمد كنحاولوا نتواصلوا سي احمد كنحاولوا نصونيو ولكن لا مجيب كنحاولوا نصونيو للناس الاهل الاختصاص ولكن لا مجيب بغينا نديروا معهم حوارات ولكن راه كيبقى الهاتف خويا رن ومن يجيب هذا هو الباب اللي كنلقاوه دائما ولكن هذا لن يعكس الامور اللي خاصها يتم تحدث عليها لانه امور كيف ما قلت بانه كاين بلاغ ديال 30 يناير بلاغ ديال 11 يناير اللي تم التوقيع عليه اليوم الفريق تواصل بانذار من محمد فاخر مليار و160 مليون هذا امور قبل الجام العام اللي غيكون في 25 فبراير ناخذ اتصال هاتفي اخر السلام عليكم الو السلام عليكم مرحبا سيدي تفضل اسم كريم اسم محمد من اسبانيا مرحبا سي محمد من اسبانيا تفضل سي محمد المهم كتدخل اللي غنقول هو انه الرئيس ولا المكتب المسير كلهم كيتحملوا مسؤوليه على هذا الاتجاه اللي غادي ليه الفرقه لا اللاعبين لا الجماهير كلشي دار الضغط ديالهم انه هادوك الناس ما بقاوش قادرين على التسيير وكلشي كيضرب على راسو كلشي كيشوف من الجهه ديالو اذا خصنا شنو الاهم عندنا المطالب ديالنا حنا كجمهور هو الاستقاله ديالو من غير النتائج من غير نحاول نعم سي محمد غير سيري نعم عام ان شاء الله كلشي بغينا يكون بغينا كلشي ان شاء الله استقاله جماعيه ان شاء الله اللي هي اللي غادي تجيب طاقه شابه اللي يشوفوا يهزوا هذا الفريق هذا للقدام هادو كيف ما قلت لي ديما كنشوفهم على مدار 20 سنه كيف ما قلت بانه يتدرجوا هاد الامور في الجام العام القادم ديال الانخراط وديال تجديد هاد الاشياء في المكتب باش يكمل الموسم ومن بعد ذلك يكون جام عام استثنائي في الصيف ويتم فيه اعاده الامور بشكل جيد باش تكمل الموسم اللي ما يطرق حتى على اللاعب نعم احنا باش ما ناثروش على اللاعب حيت الان دابا مجموعه من التغيرات طراو على مستوى الحسن تاع قادير هذا الشيء كيأثر على النفسيه ديال اللاعبين ولا على النفسيه ديالنا حتى حنا
حنا المهم عندنا هو الاستقرار، الاستقرار هو اللي مهم عندنا، الاستقرار باش غنحققوا بانه غنكملوا هذا العام، غنصبروا حنا، نصبروا على اللاعبين، نصبروا على المدرب. نعم. ما عندناش ما نديروا، غنصبروا عليهم. الاداره راه حنا عارفين المشكل منين جاي، غنصبروا على اللاعبين، غنصبروا على المدرب، نخرجوا باقل الاضرار. نعم. العام الجاي ان شاء الله فوت هذا الجام العام اصلا راه عارفين كيف ما كتقولوا، راه عارفين شنو غيطرى، سطروا على داكشي اللي غايقولوا قبل ما يبداو، وان شاء الله نشوفوا شنو غيكون. حنا كنتمنوا لهذا الفريق هذا يزيد للقدام ونشوف معاك. كنا شفنا ولينا وانا كنطلبوا نشوفوا غير اللعب ديال اللي كنا مع غاموندي، وانا بغينا غير نشوفوا ديك اللعب، ديك الفراشه، ديك الكره، ما بقيناش باغيين باقي والو، ما بغينا القاب لا والو. حنا الفريق راه مع قبل بلا القاب، راه من 2002 من 2003 ما داش اللقب، وعنده هذه القاعده الجماهيريه راه بحال شو هذا سي محمد، بحال شو هذا. نعم. غادي في شي في شي في الضوء فجاه طفى عليه، طفى عليه الضوء، بقى غادي يطلع راه بعد اختارت هذا ماشي تسير عشوائي، هذا راه ماشي تسير عشوائي ولا شي تسير، هذا راه ما راه دري صغير نحطو، راه غادي ما غاديش يدير بحال هذا، راه ما اي واحد ما غاديش يفكر يدير بحال هذا انت كتخلي مدرب على وصل لك حتى للفينال وغادي 3 سنين وانت دابا دابا كاس العام الجاي راه ما غاديش نتكلفوا الكاس، هذيك راه باينه. حنا دابا راه حنا دابا راه مدابزين مع 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 طنجة ومع بني ملال في في المراتب الاخرانيه، بعد ما كنا بعد ما كنا كنطمحوا نديو البطوله، وبعد ما كنا يعني وداكشي في ظرف شهر اولا شهرين، يعني ما كان عنده قيد الحسن اللي كيقول كيكون مع الاول والثاني الا ما كان بطل الخارج. وي كان ديما راه كنشوف انت هاد السنين الاخيره ديما المركز الثالث، كنحققوا المركز الثالث، يعني المركز الثالث في البطوله راه ماشي راه بحد ذاته راه انجاز، راه ماشي شي حاجه سهله. حنا كنفتخروا به، واخا ما كرهناش شي حاجه اكثر، ولكن كنفتخروا به كانك انت كتنافس المراتب الاولى، كلشي كي يزيد لهم، كلشي كي يسميك، يعني راه مزيان. ايوا نتمنوا حنا نشوفوا، نتمنوا نعم نتمنوا الافضل ان شاء الله، ونشوفوا شنو غيطرى. ما تعرف حنا كلشي ممكن، الا كانت شي قوة سحرية غتقدر تبدل هاد النقطة. نعم، شكرا لك سي محمد من اسبان. وبالنسبة للانخراط صح لي، بالنسبة للانخراط راه ما يمكنش، راه خص يكون شي ضغط، خص تفتح الانخراط، يتفتح باب الانخراط، حيت كيف ما كتشوف كما قال الاخ اللي قبل مني، راه ما يمكنش انت سيدنا راه كلشي هادوك كيعرفوهم، راه بحال قلتي صحابو، راه غنقول لهم ديروا هادي، ما ديروا هادي، يعني بحال ما كاين والو، يعني خصي تفتح باب الانخراط باش يكون كلشي، باش تكون موضوعية وشفافية. مو خالد كيقول لك لا راه قلنا الرئيس، ولكن لو كنتو ديك الشخصية راه رغم انهم بعض الاشخاص نعطيك ابسط مثال، الاداره فاشله لا من ناحيه التسيير، لا من ناحيه التسويق، لا من ناحيه، راه ما عندهاش بتاتا شي ما عرفتش انا، الناس بحال كيسيروا شي ما عرفتش، راه انت كتشوف، انت نعطيك مثال، الرئيس ديال الرجاء. نعم. الرئيس الجديد ديال الرجاء التيزير، كتشوف الفرقه كيفاش كانت وكيفاش ولات، لا من ناحيه التسويق، لا من ناحيه هي ولات عندها كتحقق مبيعات، راه المهم خدامين. نعم. ماشي بحال حنا عندنا، كنشوف واحد المتجر اللي كاين، وكي كتبغي انت هاد الناس هادو يشريو لك التيكي ديال 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 التيران، انت ما عارفين كاع بحال لاعبين في حتى ابسط الحوايج، انه ما يقدرش مثلا تشري اونلاين، ما كايناش هادي. نعم. تقدر تشري اونلاين بالسهوله ديال سميتو، السهوله تاع الوجه، السهوله ديال الوجه الملعب، ما تلقوا مؤخرا غير فقط ديك ديال التذاكر، تلقوا مؤخرا التذاكر عبر الانترنت، ولكن خاصنا نسولوا شحال هذيك البلاتفورم كيتشرى فيها عبر الانترنت، لانه ولكن ربما هذاك دوك في هذه القضيه التذاكر كانوا من قبل ما تجي. نعم. هذه الازمه هذه كانوا الناس مستعدين من خارج المغرب انهم يشتروا دي بي واخا ما يحضروا، على الاقل غيشتروا. نعم صح، على الاقل غيساعد الفرقه ماديا. دابا مع المشكله دابا راه حتى الجمهور، الله يسمح لنا حتى الجمهور عندنا، راه شويه 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 احنا في هذه الوقيته دابا الفريق امس حاجه لينا، انا هو نعمر التيران، الله الفريق من الماتش الجاي راه خصنا نعمر التيران. احنا عرفنا الاداره كيفاش دايره، عرفنا كيفاش غتضغط عليهم بحال كتدخل 5000 10000، هادو راه داكشي اللي بغاو هما، راه داكشي اللي بغاو. كتشوف انت في الفينال شحال من واحد مشى لوجده،
هذاك 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 الفينال ديال وجداره ما كيتنساش بالنسبه للجماهير الحسنيه، ولكن بالنسبه للحضور كيبقى تاريخي، لانه شوف شوف المسافه اللي كاينه من اكادير حتى لوجده، وذاك الهدد الهائل اللي مشى، وراه الناس كذا كنعرفهم انا مشاو من خارج الوطن، من خارج ارض الوطن، مشاو بعشرات ماشي باش يتفرجوا في ذاك الماتش، وفي الاخر خايبه. حنا ماشي خايبه امل، هذاك شيء اكسبيريونس عادي للبارسا والريال، وكتخسر في الفينال هذاك الشيء ماشي مشكل. الاهم هو الاستقرار، اللي هو ان نشوفوا الحسنيه ما نشوفوهاش مثلا صافي كطيح غاديه للهاويه. حنا بغينا الحسنيه نشوفوها غاديه في مسار كيف ما هذا العام، كيف ما العام الجاي، كيف ما وان شاء الله ديما نديو القاب هكا غير تسير العشوائي، راه غنكونوا كيف ما راه كاين بلا ما قريب من راه مراكش. انت كتشوف راه كاينه في اسفل الترتيب ديال الدوري الثاني، راه واخا فرقه كبيره واسمو وسميتو، ولكن راه تسير شنو كيدير. يعني احنا خصنا نتعلموا الاخطاء ديال الغير، ماشي غير خصنا نتعلموا الاخطاء ديال الغير ونشوفوا الحل. وحنا كجماهير خصنا نديروا يد في يد، خصنا نبقاو على الاقل نعمروا التيران من نساعدوا الفرقه لا ماديا لا معنويا، ونبتعدوا على 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 اللاعبين. حيت دابا راه كنشوف ذلك البارح بعد دي ما شي حاجه مهم، شي بيان دارتو يترس الري دريبلز لسيد نوع على حساب شي تدوينه دارها عدي، هذاك الشيء نتجنبوا الله يخليكم، نتجنبوا دوك لا سميتو دوك الحاجات اللي غادي يأثروا لينا على اللاعبين اللي هما فيهم ما يكفيهم. راه كتعرف انت بعد دي لا اغلبهم عندهم 20 سنه حتى 25 سنه مواقع التواصل، شي ما تقطع عليهم ياسنا عليهم النفسيه، الا زدنا على النفسيه ديالهم راه ما غاديش نديروا شي حاجه. خليوا اللاعبين بالعكس، نساندوهم، نساندو المدرب بما يسالي هذا الموسم، وان شاء الله ديك الساعات يكون خير ان شاء الله. نعم، شكرا لك محمد من اسبانيا تصاديك على المداخله. شكرا سي مصطفى، راه كنشكرك على 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 البرنامج ديالك، راه ديما كنتبعوه. مرحبا، شكرا بزاف. مرحبا، وكما بدوري كنشكركم سواء اللي كيتابعونا من داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، ودائما اللي كنكونوا سعداء وفرحين باستقبال اتصالاتكم عبر ارقامنا الهاتفيه، وايضا يعني عبر ايضا التعليقات وعبر المشاركات دائما اللي كنكونوا سعداء. نذكر فقط انه حتى انتم ايضا يمكنكم التفاعل معنا من خلال الرقم الهاتفي الظاهر على الشاشه. ناخذ اتصال هاتفي اخر. السلام عليكم. مصطفى. مساء النور سيدي، تفضل. اسم كريم. سيدي خالد حسين من كازا. مرحبا سيدي الحسين من الدار البيضاء، تفضل. اخويا غنقول لك راه لا حول ولا قوه الا بالله، هادشي اللي كنسمعوا راه كيأثر في النفس. نعم. مليار والاداره، انا ديما كنقول من العام اللي فات من سير السوق اللي جابوا ذاك اللاعب هذاك فلسطيني وذاك ماركوفيتش، راه من ذاك العام انا فقد الانتماء ديالي في الحسنيه، واخا انا كجمهور الحسنيه كنشوف السير عشوائي بامتياز، لان عندنا اللعابه كاملين اللي واعرين ديالنا في البطوله راه كنشوفهم حيت الاوك والحداد وجبران راه كنت علينا في هذوك راه بلا ما نجيبوا اللعابه، ولكن للاسف ما عندناش الاداره وما عندناش الكتاب، وفي نفس الشيء حتى الجماهير الله يسمحهم ما كيديروش الايد في اليد، ما تحدوش باش يوقفوا وقفه الريزر كما تيقولوا، باش لازم نحاسبوا هذا المكتب، لان 20 سنه ما دزي ولا لقب راه مشكله. نعم، شكرا لك. ايوا خويا. نعم شكرا لك سي. تفضل تفضل. شوف لي كنشوفها البارح بعدي لاح واحد التصويره ديال السباع، ودار واحد العباده فوق منه زعما سكت، وكلشي كنشوف الجماهير كيعيروه، ما فهمتش الاداره اللي دارت لنا هاد المشاكل لمده 20 عام ولا حد يهضر عليها. وكنشوفوا فاش جراو على كوموندي وفي 24 ساعه حضروا فقير، دي للاسف هادشي اللي نقول والله لا القلب ديالي غادي يفوت الدخيل الصفا. وكنشكرك انت المتنفس الوحيد في الاعلام في اكادير هو ريما تي في، كنحييكم من الفرصه صراحه. شكرا لك سي الحسين. انا راه كجمهور حسنيه وغيور على فرق حسنيه، ولكن للاسف كلشي اللي هضرتي عليه الدار البيضاء تيقول لك انتم ما عندكمش المكتب، وفي الحقيقه نيت معنا المكتب كمسير عشوائي بامتياز. للاسف. شكرا لك، تحيه لك سي الحسين من الدار البيضاء. نذكر مشاهدينا الكرام انه حتى انتم يمكنكم التفاعل معنا هاتفيا عبر الرقم الهاتفي دار الشاشه الان، يعني ناخذ اتصال هاتفي. وغير بالنسبه للضيف اللي كان غيكون معنا اليوم سي عمر، اعتذر بانه قال بانه تعذر لان عرفت اليوم كاين الزياره الملكيه، وبالتالي بعض الطرقات كتكون فيهم من خلال يعني سلك الطريق تاخر من خلالها، ولكن الحمد لله كاين الخير هذه الايام بالزياره الملكيه
الملك البلاد صاحب جلالة الملك محمد السادس. صراحة المدينة جميلة هذه الأيامات كما هي أجمل دائما، ولكن بالزيارة الملكية أصبحت جميلة صراحة ورائعة ورونقة وازداد جمالا من بعد الزيارة الملكية. ناخذ الصلاة في آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا سيدي، تفضل. اسم كريم. السي مصطفى مع كمال. مرحبا السي كمال. كمال عمان. كمال مدرب مساعد مدرب مولدوفا الروماني. مرحبا السي كمال مساعد المدرب ديال وايضا مدرب من منطقة الشباب اللي كنفتخر بهم ابناء المنطقة ديال سوس. تفضل السي كمال. السي مصطفى تحية ليك وتحية للمستمعين، وانا غادي نتكلم بصفة محب، لان انا محب فريق حسني تقادير من الصغر قبل ما نكون مدرب وقبل ما نكون في الايام اللي نكون لاعب اللي كنت فيها لاعب. نعم. وانا ابن المدينة يعني، وهذا الشيء اللي كيمر به في فريق حسني تقادير يعني ما كيبشرش بالخير يعني، كما كتشوف الوضع ديال الحسنية. احترام اول شيء، احتراماتي للجهاز الجديد اللي هو السي مصطفى أشريف. غادي نقول لك انا يعني هو انسان خلوق هذا، ولكن حسني تقادير في هذه المرحله محتاجه لمدرب خبره، لان ترتيبها في الوضع ديالها في الدوري المحترفين راه مازال ما يعني مازال ما حيدت من الشك، وعندها فرصه يعني عندها امتياز حسني تقادير باش تحصل على مقعد رابع ولا خامس ولا ثالث في الدوري المحترفين. كيف ذلك السي؟ لان كنشوفوا اش نقول لك، لان السبب ديال حسني تقادير ليس الجمهور وليس المدرب وليس الفارق، انما مجلس الاداره اللي تسرع واللي خلى حسني تقادير كتفقد الهيبه ديالها تقريبا 3 أشهر على التوالي. نعم. لان مجلس الاداره كما كتشوف يعني راه ما كاملش، وكنت تسير الانفرادي الفردي. نعم. كنت تسير الفردي، انا نقول لك انا بصفتي كمشجع ليس مدرب، انا شنقول لك انا كنتكلم معك بصفه محب فريق حسني. نعم. تقادير، وعندي الدليل، انا خرجت مع الحسنيه ما خليت مع حتى مدينه، والسبب كلهم كيعرفوني. نعم. الجمهور حسني تقادير، انا من مؤسسين التراس ايمازيغن، الناس كيعرفوني من زمان. ومن قاصر الليبي سيلعب مباراته مع حسني تقادير يوم 1 مارس بسوا الاسكندريه وملعب بيترو سبورت. هذو هما الاماكن اللي ممكن انه يلعب من خلال المباراه. الفريق سيستمر حتى في تدريب بالنسبه لنصر بن غازي، غدا الخميس عنده تدريب من اجل استعداد لهذه المباراه اللي غتجرى يوم 1 مارس بمصر ضمن ربع نهائي كاس كوب الدوري الافريقي. اذا نصل لنهايه حلقه اليوم. هذا مصطفى توم يحييكم، شكرا لمخرج حلقه اليوم عبد الكريم ميرا. بالنسبه للقضيه ديال اولمبيك تشيرا والقضيه ديال الفرق الاخرى راه كنحاولوا نتواصلوا مع المسؤولين فيها وايضا حتى الجماهير فيها، ولكن دائما كنتلاقاو باب مسدود. ان شاء الله غنحاولوا نبرمجوها في قادم الحلقات. نلتقي ان شاء الله في موعد قادم، والسلام عليكم.